لقبته الصحافة الألمانية بإيم حتب العصر، في إشارة إلى أحد أشهر مهندسي الحضارة المصرية القديمة. ولد المهندس هاني عازر في طنطا عام 1948، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس عام 1973، ثم سافر إلى ألمانيا لدراسة الهندسة المدنية في جامعات بوخوم. كافح من أجل توفير مصاريفه الجامعية، فعمل في بيع الصحف وغسيل الأطباق بالمطاعم إلى جانب دراسته، حتى تخرج بتفوق عام 1978 ليبدأ العمل في كبريات شركات البناء وحفر الأنفاق. شارك المهندس هاني عازر في تصميم وتشييد نفق مترو دورتموند في العام التالي لتخرجه، وأثبت كفاءته في العديد من المشروعات العملاقة، وأبهر الأوساط الهندسية بقدرته على تجاوز صعوبات التضاريس وعدم استقرار التربة بفضل تصميماته المبتكرة. وفي عام 2006 كانت الخطوة الأكبر في مشوار المهندس هاني عازر بنجاحه في إنشاء محطة قطارات برلين الأكبر في أوروبا، وكرمته أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية السابقة بوسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية. وفي مصر كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه مستشاراً للمشاريع الهندسية وتكليفه بالإشراف على المشروع القومي للأنفاق وتطوير شبكة سكك حديد مصر، كما منحته جامعة عين شمس الدكتوراه الفخرية، واختارته وزارة الهجرة المصرية رئيساً فخرياً لمؤسسة مصر تستطيع، إلى جانب انضمامه لعضوية مجلس علماء مصر.